حاب نحكيه على المبادرة أكثر. دونك شكون هو الشاب عدنان المولهي؟ عدنان المولهي، عمري 26 سنة، نقرأ في كلية حقوق العلوم السياسية بصوت ماجستير قانون عدلي خاص، ناشط حقوقي في رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مهتم بالشأن العام، يظهر لي كما أغلب لي جوريس، مهتم بدأ بالشأن الثقافي والفني برشا، حتى نعرف اللي الفن عنده دور مهم في الحياة الإنسان. نكتب في رواية، حسيت ناشط في برشا حاجات مع بعضها مأكية، وهذا هذا اللي خليني مهتم برشا بالمناظرة اللي هو تناظر هواية عندي معناها. ما شاء الله عليك عدنان. عدنان، كيفاش بديت المغامرة الممتعة مع مناظرة؟ والله سنة وقتها في الميلير نعمروها، كانت سنة البيسيتي، هي تتحط في التلفزة، بعدت في برشا قنوات تونسية، دونك للمشاركة في برنامج جديد، برنامج معناها اسمه صناع الرأي، كان عندي هكا حماسة وشغف اني نشارك في حاجة معناها المحور نتاعها هو التناظر، وانا كما سبق وقلت لك التناظر هو هواية بالنسبة لي، غرام معناها حاجة نحبها على الاخر، انك تتناظر على فكرة معينة، انك تدافع على موقف على قضية، دونك يستهويني على الاخر المشروع معناها البرنامج. في اخر الوقت دونك عمرت الفورميلير هذيك الاستماره، كان فيها دي كيستيون برشا، معناها اسئله على الشان العام، فيها على السياسه، فيها على الاقتصاد، فيها على برشا مواضيع معناها متعدده، خاطر يحبوا معناها نيفو معين، يحبوا ان بروفيل معناها معين، ما يحبوش معناها يحبوا يخدموا على سيليكسيون كبيره معناها صارت دونك، وفما معناها اي فيديو نعملوها في 99 ثانيه، هو الكونسيبت ديما الوقت يلزم يكون اي هكاك في مناظره، دونك جاوبت على الاسئله الكل، شنو بالنسبه لي قائد راي ولا صانع راي، شنو وقتها تدلون على كتب الاجور، على عزوف المراه من الحياه السياسيه وغيرها من الاسئله اللي هما الحقيقه أسئلة مهمين على الأخر. إيه مهمين برشا. صحيح. وفي الأود معناها طلبوا منا إن في الفيديو ندافعوا على معناها تبنى انتقادية معينة وتدافع عليها في معناها وقت وزيز على الأخر، كما قلت لك 99 ثانية. شعار مناظرة هو 99 ثانية. أي بالضبط، هذيك هو الكونسيبت نتاعهم، دونك في أقل وقت تحكي أكثر معناها كلام يكون في بلاصتو وهادف معناها ديريكت من غير معناها لف ودوران في مناظرة، هكاك الكونسيبت. دونك عملت الفيديو بما أني وقتها هي معناها أكثر معناها قضية تمسني بطريقة مباشرة بما أني جوريست، هي قضية قطاع الحقوق والبطالة اللي يعاني منها وتفاقمها، هو بالضبط البطالة نلقاوها في كل القطاعات، في كل أما القطاع الحقوق هو أكثر قطاع مظلوم بالضبط، لأنه بما أنه توا حديت هكا فرصة باش الواحد يحكي، عندنا مناظرات راهم مسكرين عندهم سنين، كيما مناظرة عدول قصة عدول إشهاد ولا عدول تنفيذ اللي مسكرة عندها سنين وسنين أكثر من 7 سنين نورمالمون، مناظرة اللي يتحلوا معناها بتيتو كل عام بصفة معناها دورية اللي هما القضاء والمحاماة، و 150 كهالة تحلوا، هذيك علاش الاحتجاجات القائمة توا في طلب في صفوف طلبة الحقوق بالضبط، صار تحرك كبير، تحرك وطني من النقابات كل من الناس طلبة معناها ناس كل معناها دافع على نفس القضية، وإن شاء الله تتحل الأزمة هذه وتتحل الأزمة وتنحى الغمة على البيت كل إن شاء الله. دونك حكيت في الفيديو بكل حماسة، بعد تاني جاوبونا، كنت معناها في آخر وقت راهو معناها ذي الكل صار خاطر باش يتذكر معناها الأجيال سي بون، وبعد بعثونا معناها إيميل إنه تقبل. بيه قبل ما يبعثوا الكلمة يلحكينا كيفاش كان إحساسك كريت الفورميلير، متشجع متردد فما خوف فما ستريس؟
وانتي والله تعمر في الفورميلا. عربي انا ان جراند كونفيونس اون موا، معناها دي من الحاجات اللي ديجا حتى الياس الغربي في البورتري دونك قال انه معناها معروف ثقته بنفسه، حاجه براسي معناها فيا هذه، ونفرح برشا اني وافق معناها ونمشي بخطوات ثابته. معناها اللي عملته معناها حاجه باش نتقبل بيها، معناها يعني على لا فيديو معناها اللي عملتها وكل. صوتك عدنان شوي، تقطع شوي صوتك عدنان. هكا سافا، هكا سافا. كمل احكي لنا عدنان كيفاه كانت مرحله البري سيليكسيون، واحكي لنا شوي على بعد البري سيليكسيون كيف وصلك الايميل اللي انت تقبلت بالضبط. كيف معناها الايميل هذاك نورمالمون اللي هي عن مبادره مناظره، مشيت معناها تدعمنا في ديفيزيون معناها نتاعنا على لي زيكزامان. دونك لا ديسيزيون كانت بالنسبه لي ديفيسيل على الاخر، بين دارنا اللي هما معناها بالنسبه لي القرايه حاجه، فا اسكو معناها حقيقه فما دي ريسك اني باش نمشي وفرد وقت نعرف روحي باش نتقبل، معناها اسمع امور ثقه بالنفس، معناها النفس حاجه مهمه. ومن بعدها عندي دي زيكزامان في الوقت اللي هما باش يعملوا فيه لي فورماسيون، فهمت؟ دونك بريود ريفيزيون وقتها بالضبط، وقتها لي زيكزامان بعدهم ديريكت. بقيت معناها حاير، ودارنا المره الاولى مرفضوا، بعد حكيت معناها معاهم واقنعتهم ديجا، صارت كيما المناظره معناها اقنعت بالموقف نتاعي في الدار في العائله. حاجه راهي نحبها، حاجه بتجيني على الاخر، تجربه مزيانه. دونك شجعوني بعد وفهموا. وبالنسبه للقرايه وعدتهم اني معناها مشيت هني وراني باش ننجح وهكا وهكا. دونك مشيت للكاستينغ، الكاستينغ كان دونك رحبوا بينا في الاوتيل الحقيقه نتاع ربي، وقمنا كان برشا العدد معناها كنا اكثر من دونك صارت سيليكسيون على ضوء الاستماره هذيك. بعد من السيليكسيون هذيك دونك صار الكاستينغ معناها من برشا بعثوا قبلوا نورمالمون. هو 180 من 180 عمروا الفورميلير قبلوا 60، بعديك صارت السيليكسيون النهائي بالضبط. اي دونك من 60 هذوكم عرفت برشا عباد محليهم، برشا عباد معناها بوليفالون، ياسر محليهم في تفكيرهم في شخصيتهم، دونك محليهم على الاخر فيهم اللي تقبل بالكاستينغ معناها اللجنة شافت فيه انه معناها هذاك البروفيل اللي فرقوا عليه، فيهم اللي لا مالغريك هو بوليفالون معناها ولا بوليفالون معناها ثم برشا نعرفهم محليهم كومبيتون على الاخر وما تقبلوش خاطر بتاتر يتعاود اكثر البروفيل مرتين مثلا، دونك يخيروا حد على حد. فعملت معناها هكا صداقات علاقات هكا كصديقة مع برشا عبيد من 24 يوليا. بعد معناها صارت الكاستينغ، الكاستينغ كان فيه معناها محمد اليوتي اللي هو ديجا معناها صحفي، مدام هاجر السليمي اللي هي دكتورة في الأعلام والاتصال، كان فيه زادا بسام السويسي اللي هو مدير المشروع. اي وكانت فيه مدام شادية اللي هي مخرجة ومعناها كانت معاهم وكل كانوا محليهم، كانوا يسألوا فينا أسئلة، فما الكونسيبت انه نسألوا أسئلة معناها ما كانش عنا حتى علم بيها. دونك حسيت وقتها ديجا جهرني الضو حاجة هكا جديدة خاطر ديريكت أول مرة معناها أول مرة أنا نصور معناها بكاميرا واحد وكل شيء، حس هكا حسيت محلي فما ستريس فما حماسة فما ثقة، ساعات هكا موجودة ساعات معناها مش خوف أما ستريس هكا يخليك ما نعرفش معناها تبدا حاسس. كانت تجربة أولى باش تعيشها وكان باش تقف قدام جوري والكل، سي نورمال باش يكون عندك ستريس. الحمد لله اني كنت نعرفهم الحقيقه كعرب خاطر دونك انا تلمذت على يديهم هما وفي حاتم بن عماره معناها وبرشا قريب مدام هاجر وسي محمد اليوتي، خاطر انا عملت في معناها فورماسيون في الاكاديميه معناها
قبل في التنشيط الإذاعي والتلفزي، دونك عندي ديجا فيها ديبلوم ونسيتها في وقت فزيت نعرف روحي، دونك حسيتهم دونك نعرفهم إن هما معناها ناس محلاهم وباسم من حق ما كنتش نعرفه، دونك وقتها مدام شادية كيف كيف مي وقتها اصلا هما يظهرلي ميم با تفكروني، معناها حسيت كنت بطبيعة معناها كيف اللي شاركوا الكل اسئله معناها من غير ما نعرفهم جاوبت باللي نعرف، فما سئل بالقرعه لا صحي تم اسئله بالقرعه دونك سالت، سالت على الشعبويه في السياسه، سالت على الاحزاب، سالت على حاجات مختها معناها على حاجه اكتواليتي وقتها صارت اللي هو فما شكون معناها كذا العالم وقتها وهبط بيه في معناها في المونديال كانوا في يلعب وقتها وفما سؤال وقتها خطاني أنا نكتب شعر ونثر دونك تسألت على شعراء وإسك وقتها معناها حقيقة ما كنتش عندي معناها بش نقدمه سألت على شعراء دونك سألوني على ضوء الاستمارة اللي عمرتها على حاجة هكيكة كانت أسئلة موقف دونك كنت فيها معناها مصرح دونك حاجة ظهرتني سهلة جزء كانت تراك من الكاميراويت وستريت هكيكة وبر وبرشا ناس شاركوا وسألهم على المركزية برشا حاجات معناها فما شكون اللي فهموا فما اللي ذا كما تفرجنا في الحلقة الأولى دونك منها من 60 هذوكم قبلوا 30 هو نورمالمون يقبلوا 30 معناها 30 بيرسون 30 بارتيسيبون مي قبلوا 31 دونك فما شكون اللجنة دافعت معناها على إنه يكون موجود وكان معناها موجود معنا دونك وأصبحنا 31 شخص ما نحكي لك على الفرحة اللي ميت إنه تم القبول بتاعي بصفة نهائية خاطر هني قلت لك أنا نحلم معناها أنا مناظرة والكونسيبت بتاع صناع الرأي هو حلمة بالنسبة لي دونك هو حلمة من برشا حلمات نحلم بهم دونك بديت نقرب فهمت الحلمة نحبها على الأخر ففرحت على الاخر حتى لو كيما فرحت الباك كيما ما نحكي لك وقتها على الايميل اللي وصلني وعلى الرياكسيون تاعي الدار زاد فرحوا على الاخر فرحتي هكا بعد ندونا زاد في مرحله اخرى خاطر ما راحت مرحله التدريبات بالضبط احكي لنا شوي عليه هو كأنه معسكر تدريبي بالمعنى الايجابي معناها خاطر يلزم تتعب باش تقدم معناها وتخرج احسن ما فيك الحقيقة كان معسكر تدريبي معناها بكل ما للكلمة من معنى دونك كنا معناها ندونا لمدة طويلة اللي هي كانت في وقت الزيكزامان تاعي ريفيزيون في طول الزيكزامان وأنا نقرأ معناها ان دو جوديسير بريفي دونك الوقتها عنا جزء ناسر أكاهو دونك ما نجمش ما عنديش فرصة أخرى دونك مسؤوليه كبيره كنترول اللي انا ما نحبذهاش بالطبيعه دونك ما يلزمني وقتها ريبز وان باراليل اني نحضر في معناها في التدريبات الكل كان دي شيء بالنسبه لي كان تحدي كبير اني ننجح معناها في الزوز وحاولت والحمد لله نجحت فيهم الزوز دونك التدريبات كانت معناها صحواها مختلفة معناها تنفع على الاخر الحقيقة هما برشا دونك نحاول نتذكر منهم اللي معناها ترسخوا في ذهني أكثر ما يمكن دونك نحاول نتذكرهم دونك كنا عملنا معناها تدريب لمدة نهارين مع بسام السبيتي اللي هو نفسه معناها مدير بالضبط وهو زادة مدرب مناظرات بالضبط دونك دربنا على الاخلاقيات التناظر كيفاش تبني الحجه نتاعك البنيه تكون صحيحه معناها وكيفاش تحكي معناها وتتحدث دونك كيف تحترم الوقت وما تفوتش الوقت نتاعك زاده كيفاش وكيفاه تحترم الوقت وما تفوتش الوقت المخصص ليك يلزمك الوقت عامل معناها حاجه مقدسه في مناظره دونك يلزمك تحترم الوقت يلزمك في وقت وزيز توصل فكرتك معناها في أقل وقت ممكن خاطر نعرفوا اللي البرنامج يتعدى ساعة في التلفزة وبس مباشر وكل شيء دونك عندك وقت معين يلزم كل كلمة معناها في بلاصتها معناها في أقل وقت
أي يظهر لي هذا معناها باش نبعد وزاد على انه يصير معناها حشو في كلام ولا ثرثره أي ولا كلام ما عندوش معنى، دونك باش يكون كل حاجه في بلاصتها، دونك يلفو سيليكسيوني معناها لي مو اللي باش نحكيو بيهم وكل. دونك اخلاقيه التناظر مع الرسام كيفاش تتحدث دونك قدام الـ يعني اون بوبليك وكيفاش البادي لانجوج نتاعك، برشا حاجات معناها كانوا معاه كيف كيف مع زادة دي فورماتور اخرين دي فورماتيس كانوا محلاهم وبالحق معناها نفعونا على الاخر في برشا معناها مواضيع اخرين تسمع فيها. ما هو انا اي نسمع فيك يا عدنان اي ازاي ما هو ساعات خاف من ريزو دونك كان فما فورماسيون على نبذ خطاب الكراهية والعنف كانت معناها كيفاش نتعاملوا معاه كيفاش معناها لا جيستيون دو ستريس كان ثما زاد على الليدرشيب وال ليدرشيب والسوشيال انتربرينورشيب ومعناها عرفت انهم حاولوا من كل صحيح وكان ثما زاد على المسائلة السياسية والاجتماعية مع كتاب الرحيشي كان ثما زاد نذكر دونك على المسائلة دونك على القيادة كيفاش انت تكون قائد خاطر هما معناها برشا ناس عم في كونفيزيون بين صناعة المحتوى اللي هي معناها فيه ناس تصنع في محتوى دونك نحليهم ونحترمهم ونشجعهم، فما ناس الحقيقة معناها محتواهم مبتذل هذا نشوف فيه على وسائل معناها التواصل الاجتماعي، دونك كل حد اختار الطريق وكل حد اختار الثنية، دونك فما كونفيزيون فما خيط رفيع بين صناع الرأي اللي هما احنا اللي هو فريق اللي تم اختيارنا وضمن فريق صناع الرأي في البرنامج اللي في التلفزة ومشروع مبادرة مناظرة وبين صناع المحتوى اللي تنجم تكون انت صانع محتوى فيها، دونك احنا حاولوا انهم يكونوا معناها حاجة راقية حاجة هادفة وحاجة تشمل كل شيء زي ده وصنع الرأي هو زيدا بالعام عدنين صنع الرأي هو زيدا مؤثر إيجابي لازم يأثر على الناس بطريقة إيجابية بالضبط. دونك لهنا الخيط الرفيع هو التأثير دونك التأثير بتاعك إنه يكون إيجابي في المجتمع خاطر أنت كصنع رأي أنت مش معناها صنع رأي أنت تكون عندك فكرة عندك قضية وكلنا عنديش قضية واحدة عنا معناها قضايا عديدة بالضبط وإحنا ندافع عليها بكل بطبيعة احترام بكل شراسة في نفس الوقت نوصل صوتنا وصوت ناس هي تتبنى نفس القضية هذيك هذا معناه إنه يتحل منبر إعلاني وتحكي فيه وبث مباشر وتحكي معناها وتوصل صوتك هي فرصة معناها opportunity جاتنا معناها وحقيقة نحن محظوظين بهذا أكيد ديما مناظرة تخلي الشباب يعبروا تعطيهم حرية التعبير باش يوصلوا أصواتهم بالضبط معناها كنا ريتك متحمسين وفرد وقت انك بتقابل برشا ناس معناها من مختلف الولايات تاع الجمهورية ناس بحلاهم حتى كنا مختلفين معناها في 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 برشا حاجات بتاتر في تفكيرنا كل حد والإيديولوجي بتاعه كل حد وخلفياته ما يجمع بيناتنا نفس الهدف معناها نفس القيم نفس معناها انه نتقبلوا اختلافاتنا وان نحبوا بعضنا دونك كانت بحق كنا معناها نخدموا تيم وكنا كونين فامي معناها مع بعضنا بدأت هذه نقطة من نقاط القوة معناها حاجات اللي ربحتها أثر كل شيء أثر لدى الفورماسيون إنك تربح أصحاب محبهم على الآخر ناس ناس معناها بالحق ما همش عايشين فوريا ناس عندها معناها ما تقول في رواحة ناس تآمن برشا حاجات وتدافع عليها دونك بالحق فرحان برشا بالتجربة والله عدنان من خلال كلامك كنت تحكي الكل عن المدربين هل كان فما اخصائيين نفسيين لخاطر نعرفوا انه صانع رأي مسؤوليه كبيره ويلزم يكون عنده حضور وعنده طريقه كلام رائعه زاده باش ينجم يقنع ويجذب المشاهد اللي يتفرج فيه ويقنع بالحجج نتاعه ولازم تكون عنده زاده الثقه في النفس كما كنت انت تحكي كانوا موجودين معكم اخصائيين نفسيين ولا الحقيقة بالنسبة للمعناها أنتي والأخصائي معناها نفس
تاني دونك لي انا كان ديما في وسط معناها سي انتجري في لي فورماسيون، انه مثلا في اول فورماسيون مع مدام قلتها كانت معناها فما فيها كيما ديفلوبمون بيرسونيل، ونعرفوا اللي السيكولوجي وديفلوبمون بيرسونيل فما معناها رابط بيناتهم، دونك كنا اليز كنا فما دي كونسي في وسطهم معناها في وسط لي فورماسيون من عند لي فورماتور الكل. كلها ما بخلوش علينا، كنت معناها نفع على صعيد الشخصي ولا على صعيد معناها نتاع التكوين انت كانت باش تخرج في التلفزه وكل شيء. وراهو زاد خاطرني نتذكر معناها تيلمون دي فورماسيون برشا في المعسكر التدريبي، دونك مع مدام زينه زاد عمل على الفيك نيوز كيفاش نثبتوا ولا تحقيق ولا تثبت المعلومات الزائفه والمظله. دونك زاد ثم معناها وقتها الصحافة وعلوم الأخبار والاتصال مع هاجر مدام هاجر وسي محمد يوسفي، دونك برشا حاجات معناها برشا دي فورماسيون. وكان ثم مدام جيهان اللي هي معناها الحقيقة دونك أنا نشوفها خير حتى من أم سي معناها، دونك جيهان كانت معنا سألتنا زادة حتى على قصة حياتنا حكينا هينها ارتحنا لها والحقيقة كيفاش؟ كانت فما معناها إحاطة نفسية من قبل جيهان، كانت من عند جيهان أي خطر تحكي لها تفرق معناها تحكي قصة حياتك وتفرق قلبك في نفس الوقت، وكانت الطريقة معناها كول مع مش أنت تعمل في معناها مش حد يشخص لك في أنت شنو، لا أنت تحكي وتعطي دي كونسي كما أنك تحكي مثلا لحد قريب لك مثلا صديق مقرب ولا أختك ولا أمك ولا حاجة هكا. دونك كنت تسأل فينا خاطر في الاخر باش يخرج البورتري على كل حد عنده البصمه نتاعو الخاصه، كانت تلاحظ معناها كيف تشوفنا احنا 31 شخص كل حد معناها يشبه كان الروح وما يشبه الحد معناها في الموجودين، دونك هما ختموا على التنوع هذاك والاختلاف هذاك اللي يولد معناها برشا قوه برشا النجاح معناها في الحلقات نتاعنا. خاطر الشأن العام ماهوش سياسة فقط، ماهوش اقتصاد فقط، دونك الشأن العام يمس كل المجالات اللي في تونس من ثقافة من سياسة من فن من اقتصاد من إيش معناها اجتماع ولا الجانب الاجتماعي، معناها برشا قضايا مختلفة يعني حابينا ولا كرهنا الكل نحبوا نحكيوا في برشا حاجات معناها، فينا الحقوقي فينا الفيمينيست اللي نحكي على روحي فما زاد معنا بنات نفس الحكاية، فينا اللي هو محافظ، فينا اللي هو معناها كل حاجة الحد والمبادئ والقيام نتاعه. في الآخر كما قلت لك نحبوا بعضنا ننجحوا الحلقة باحترام اللي قريناه واللي شفناه في الفورماسيون اللي فيهم حاجات نعرفها ديجا، دونك عملت كيما الراتب وفيهم حاجات الحقيقة اكتشفتها معاهم دونك يعطيهم الصحة الناس الكل. اوكي عدنان قبل كل حلقة فما تدريبات، لو كنت تزيد تحكينا شوي كيفاش عشتها تدريبات الحلقة اللي كنت فيها وكيفاش كانت الأجواء والكواليس. دونك بعد التدريبات هذيك مرحلة انه جاني تليفون عند وجدان راكس الحلقة الثالثة، كنت فزع في صحابي في الحلقة الأولى والثانية، الحلقة الأولى كانت مسؤولية كبيرة بما أنها هي أول حلقة دونك باش نبداو بها هي أو تكون بمثابة الموديل بالنسبة لنا احنا اللي باش نمشوا منها هي معناها نقتديو بها وكل، دونك كانت مسؤولية نجحت مع مصطفى وعزيز يعطيهم الصحة وبقية فريق الموازنة. الحلقة الثانية زادة كانت معناها على الأخر مزيانة، والحلقة الثالثة اللي هي الحلقة اللي كنت فيها أنا أول مرة، هي أول مرة في حياتي باش معناها نمشي التلفزة ونصور وبث مباشر، كنت في برنامج الجيل الجاي ولا زعما اللي هم ينطويه تحت معناها البرنامج اللي هو المشروع الجديد اللي هو صناع الرأي. دونك كانت استعدادات انه كلمونا راك في فريق مع سجاي ومعايا اري، فعملنا دونك جروب حكينا فيه بدنا فيه.